احنا يعني كمتعاملين اقتصاديين لاحظوا باللي يعني فيه عراقيل، فيه يعني بيروقراطيه، ما فيش تشجيع للمؤسسات المنتجه. اذا فيه تشجيع ممكن نستطيع ان نتأقلم مع الواقع يعني الاقتصادي، وممكن نرفع التحدي، وحتى أننا ممكن حتى نكون مؤسسات مصدرة وليست مستوردة فقط. احنا اخترنا هذا اليوم الدراسي لأن هناك تذبذب في السوق النقدية والسوق الصرفية في الجزائر، ولكي نحضر المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لأن هناك ظرف جديد، ونتمنى إن شاء الله من الدولة الجزائرية أن يكون تحضير أحسن وتنسيق أحسن.